السلام عليكم جمهورنا الرياضي الكريم، تحية عطرة متتبعي قناة البلاد وأوفياء برامجها الرياضية. نخصكم اليوم بحوار خاص وحصري مع لاعب نادي أنطاليا سبور حسام الدين قشة، اللاعب الذي برز في عدة أندية جزائرية في مقدمتها اتحاد البوليدة ووفاق سطيف. تابعوا معنا. السلام عليكم حسام وشكرا على الاستضافة. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة، نتمنى ان شاء الله يكون حوار شيق وين يزيد يتعرف علينا المناصر ان شاء الله. حدثنا عن شعورك وانت تقمص حاليا الوان نادي أنطاليا سبورت. صحيح، بالك كيتسقسي اي لاعب اللي بدا من الاقسام السفلى حيلقى صعوبات باش يكون في المحترف الاول ولا يحترف خارج الدوريات في الدوريات الاوروبية. الحمد لله بالك بالعمل والاجتهاد وخاصة التوفيق تاع ربي ودعاوي الوالدين اللي خلوك توصل. الحمد لله اليوم راني في مستوى اللي بالك كنت ولي 4 سنين 5 سنوات الله ما كنتش نحلم باش نكون في المستوى هذا خاصة في الاحتراف. نتمنى ان شاء الله المزيد من النجاحات، ونتمنى ان شاء الله نكمل في نفس المستوى والكثير من العمل باش ان شاء الله نزيد نطور نفسي، ولما لا ان شاء الله نكون في المنتخب الوطني ان شاء الله. اعطينا نبدا على مسيرتك الكروية وابرز الفرق اللي مريت عليها. وين انا نحضر من ولاد جلال، لعبت في اتحاد ولاد جلال، من بعد انتقلت الى شباب ولاد جلال، من بعد امل بوسعاده اتحاد بوليده، ومن بعد وفاق سطيف الانطاليا سبور. ما نقدرش نقول الخير تاع اي فريق من شباب ولاد جلال امل بوسعاده حتى الاتحاد بوليده، كامل الفرق كان عندها فضل كبير عليا، خاصه وين المدربين تاع الفئات الشبانيه تاع ولاد جلال اللي عاونوني وكانوا يثيقوا بالامكانيات تاعي. بالك كل محطه عندها ايجابيات وعندها سلبيات وعندها جل حاجه في قلبي. نتمنى ان شاء الله كما يقول لك العمل ولا والجهد ولا التعب اللي كان في السنوات السابقه ان شاء الله نعاود نلقى الثمرات تاعو ان شاء الله في السنين المقبله ان شاء الله. الفريق اللي برزت فيه راويعاني حاليا ويتواجد في القسم الثالث، ماذا يحدث لاتحاد البوليده؟ صحيح، اتحاد بوليده اول شيء نتاسفوا على الوضعيه اللي راهو فيها اتحاد بوليده. كتشوف فريق عريق كان قبل 3 4 سنوات كان في القسم الاول ينافس الكبار، اليوم كتشوفوا في وضعيه كارثيه. بالك العام هذاك كانت عندنا فيكتيف مليحه، وين كنت انا سامي فريوي جمال رابطي عيسى الباي، كانت عندنا فريق قوي مع انعدام ما نقولش نقص، نقول انعدام الامكانيات، وين ما قدرناش نديروا تربص، وين كنا ما نقدروش نديروا نباتوا في الفندق، كانت انعدام الامكانيات اللي خلات الفريق بالك يكون السقوط تاعو في مرحله الذهاب. نتاسف على الوضعيه تاع اتحاد بليده، خاصه وانا كنت لاعب في اتحاد بليده، ما كنتش نتمنى نكون لاعب ولا سبب في سقوط اتحاد بليده. فريقك السابق وفاق سطيف يعاني من ازمه ماليه خانقه رغم المستويات اللي راهو يقدم فيها، تعليقك؟ صحيح، وفاق سطيف بالك المحطه الابرز في 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 مشواري، فريق اللي يمكن كامل الاحترام والتقدير للفريق هذا والشعب والناس ولايه سطيف اللي كانوا يقدروني من اول يوم اللي دخلت فيه الولايه حتى لاخر يوم. الحمد لله اليوم مازال الناس يحبوني ومازال يتبعوا الاخبار تاعي. وفاق سطيف كما نقول لك النادي نقولها هو نادي القلب، والنادي اللي نحبه، النادي اللي عنده فضل كبير عليا. نتمنى ونتاسف الوضعيه اللي راهو فيها وفاق سطيف، لاني نتكلم على زملائي، تشوف لاعبين، تشوف وفاق سطيف الفريق اللي بامكانيات جد ضئيله ينافس في 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 رابطه ابطال فرق بحجم الاهلي وبحجم الوداد، شيء يشرف الكره الجزائريه. نتمنى من المسؤولين يديروا التفات للفريق هذا، لانه تخيل تا وفاق سطيف بكامل الامكانيات، ولا وفاق سطيف عنده شركه وطنيه، نشوف بلي وفاق سطيف يقدر يحقق رابطه الابطال بسهوله، لانه فريق عنده اسمه وعنده عادات وعنده تقاليد في المنافسه. صحيح، بالك احتراما لوفاق سطيف واحتراما لشعب سطيف ما نقدرش نحكي حكايات كانت تصرى في 3 سنوات هذه، ما نقدرش نحمل اي لاعب ولا اي مدرب ولا اي واحد فات على وفاق سطيف مسؤوليه تاع عدم تتويج بالالقاب، لانه الوضعيه كانت ما نقولش كارثيه بصح الوضعيه كانت صعبه، خاصه وين شح الاموال. بعد ذهب حسن حمار كاين لاعبين كانت وين تسال 7 اشهر 8 اشهر ميم با لي بريم ومنح المقابلات ما كناش نتقاضاوها، ورغم هذا الشيء يشهد العام الخاص انه كنا نقدموا كره جميله. كلمه في حق المدرب التونسي نبيل كوكي اللي عنده فضل عليك وعلى عده لاعبين في الوفاق. بالك انا نقدر نقول نشكر من هذا المنبر نبيل كوكي اللي لقى الوصفه اللازمه باش يكون النجاح تاعي انا مع عموره،
لانه عندنا تقدر تقول عندنا نفس الخاصيه، هي خاصيه السرعه وهذه الخاصيه اللي لازمه في كره القدم، اللي استثمرها نبيل كوكي وكان يوظفنا احسن توظيف، اللي مكننا من بالك من نقدر نقول 50% من الاهداف تاع يوفق ستيف كنت نساهم فيها نوعا ما. هذا شرف ليا، نتمنى له ان شاء الله النجاح، خاصه انه الفريق الوطني المكانه اللي يستاهلها. انسان اللي خدم واللي شقى واللي جا كما انا من الاقسام السفلى ومازالوا صغير، نتمنى له ان شاء الله كامل النجاح ان شاء الله وتالم. صحيح كما كنا نقولوا الوضعيه تاع يوفق ستيف كانت وضعيه صعبه، المدرب كان يغطي الكثير من الامور، كان يتدخل في امورات اللي نورمالمون المدرب يلقاهم واجدين. الشيء هذا اللي خلى بالك خلاه عدم ما يقدرش يتوج بالالقاب في يوفق ستيف، لانه الوضعيه كانت صعيبه. رغم هذا الشيء كان يوفق ستيف يقدم كره جميله، كان يقوم بعمل كبير نبيل كوكي اللي هو مشكور، وكما يقول لك طيله مسيره تاعي ما عادش ننسى الفضل تاعو، لانه انسان قبل ما يكون مدرب كان انسان، كان يتكلم على اللاعبين يقول لنا انا اخوكم الكبير، كان كما يقول لك انسان ما شاء الله. الحاجه اللي خلات وفاق يقدم هذاك المستوى، وبالك هو اللي كان سبه في احتراف اسحاق بوصوف، وكان سبه في احتراف عموره، وانا عنده فضل كبير، هو اللي طلع قندوسي ودغموم. ما هو السبب اللي خلاك تخير عرض نادي اونطاليا سبور عن باقي العروض اللي تلقيتها؟ صحيح كانت عندي عده عروض من فرق من فرق خليجيه ومن فرق مام في لا تركي، كانت عندي عروض من عده فرق. بعد تشاور وبعد تشاور مع 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 الوالد ومع الـ ومع الـ ومع الـ المناجر، قدرنا نفصلوا في الوجهه وين خيرت انطاليا سبور. الحمد لله ما رانيش نادم على الاختيار تاعي، نتمنى ان شاء الله نقدم مستوى اللي شرفني انا كلاعب وشرف اللاعب الجزائري في انطاليا سبور ان شاء الله. مؤخرا عده لاعبين محليين قدروا يغادروا البطوله ويحترفوا في عده دوريات اوروبيه، تعليقك؟ اول حاجه نتكلموا على اللاعب المحلي، احنا كلاعبين محليين نسمعوا باللي الناس يقولوا اللاعب المحلي، ما يخفاش عليك الناس ما على بالهاش واش كاين في الملعب، ما عندناش مراكز تدريب، ما عندناش ابسط الامكانيات اللي يوفروها لاي لاعب في 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 اي دوريات، بالك نروحوا للمغرب لتونس تلقى عندهم امكانيات خير منا. رغم هذا الشيء نشوفوا اللاعب المحلي يلعب في الفريق الوطني، اللاعب المحلي يحترف ويدير مكانه في دوريات كبيره. بالك الانطلاقه تاعي في انطاليا سبور كانت موفقه، لانه الحمد لله بالك عندي الامكانيات الفنيه والتكتيكيه اللي تسمح لي باش نكون في نادي في في, في الدوريات الكبرى. الحمد لله بالعمل وبالاجتهاد وبالتوفيق تاع ربي سبحانه قدرت نفرض نفسي في انطاليا سبور. العام الاول خاصه انه عامل اللغه يلعب دور، كي تروح للفرق في ب ب كما دول كما لا تركيا راح تلقى صعوبه اللغه. الحمد لله العام الاول بالك انا نشوفه هو عام نتاع نوالف بالظروف في 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 الدوريات، لانه اول عام ليا الاحتراف. نتمنى ان شاء الله العام الثاني يكون الانطلاقه الحقيقيه تاعي ان شاء الله في عالم الاحتراف ان شاء الله. سبق لك ان لعبت في المنتخب الوطني المحلي بقياده الكوتش ماجد بوغرا، حدثنا على هذه التجربه. صحيح المنتخب المحلي لعبت معه مقابله واحده تحت اشراف الناخب الوطني ماجد بوغرا اللي خدمنا 16 تاع 8 ايام، اللي كان عندي شرف وين خدمت مع مدرب مع لاعب اللي بحجم ماجد بوغرا، اللي عرف كيفاش يلقى الوصفه وين بالك المقابله اللي لعبناها العام والخاص شاهد كره جميله قدمها اللاعب المحلي، وين كان انسجام بين كافه اللاعبين. واش نقول لك، نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب الوطني المحلي اللي عنده استحقاق هو لاشان ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. المنتخب الوطني اقصي من المونديال، هل هو قادر للعودة الى الواجهة من جديد في ظل الظروف الحالية؟ ما نحبش نقول نكسة وما نحبش نقول تعثر، نحب نقول سوء الحظ، لانه باش تخسر في 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 الدقيقة التالية من المقابلة، رغم الظلم التحكيمي اللي شاهدوا جميع الناس. الفريق الوطني هذا الشيء ولا هذه المقابلة ما تمحيش واش قدم الفريق الوطني بقيادة المجموعة اللي كاينة ولا الناخب الوطني جمال بالماضي، اللي قام بعمل كبير. عندنا منتخب اللي شرفنا، عندنا منتخب اللي فاض كلمته، اللي فاز بكأس افريقيا بعد غياب طويل. واش نقول لك، المنتخب الوطني هو حلم كل لاعب، نتمنى ان شاء الله يعاودي يلقى الوصفه اللازمه ان شاء الله باش نعاود نشوف المنتخب الوطني يفرحنا كما كان قبل 3 اشهر او 4 اشهر.
هل تحلم بتقمص ألوان المنتخب الوطني الأول بالنظر للمستويات الجيدة اللي راك تقدم فيها رفقة ناديك؟ أنا كلاعب عندي حلم وهو التواجد في الفريق الوطني. قلت لك التواجد في القائمة الموسعة هو بحد ذاته فخر ليا، ونشوف باللي الفريق الوطني أبوابه مفتوحة ليا. النخب الوطني شفناه استدعى أسماء جديدة، هذا يثبت باللي النخب الوطني هو يشوف كامل اللاعبين سواء المتواجدين هنا في الجزائر سواء المتواجدين برا. نتمنى ان شاء الله بالك هو راه يشوف بالك ناقصني بعض العمل ولا بعض الاجتهاد اللي راح نقوم به ان شاء الله، وان شاء الله عن قريب نعد ان شاء الله الجمهور، عن قريب ان شاء الله نتواجد في 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 في, في المنتخب. هذه عندي ثقه تامه في امكانياتي ان شاء الله. كلمة أخيرة توجهها للجمهور الرياضي وعشاق المنتخب الوطني خاصة. صحيح، وش حابني نقول لك، بالك الناس نسات ولا تناست كيفاش كان الفريق الوطني قبل الجمال بالماضي. نعاودوا نفكروهم كيفاش كان الفريق الوطني قبل الجمال بالماضي، المشوار اللي داروا ما يتقدرش يتنساب، مقابلة زوج ثلاثة أربعة. نتمنى إن شاء الله الشعب، ما نقولش الشعب واقف مع جمال بالماضي. كاين بعض الأبواق وبعض الناس يتهدر وتقول جمال بالماضي فيه وعليه. نتمنى ان شاء الله يخلوا الفريق الوطني يخدم في راحه تامه، كما نشوفوا كامل الدول وكامل المنتخبات توفر كل شيء للمنتخب نتاعها. نتمنى ان شاء الله الناس يوقفوا مع الفريق الوطني، لانه انا عندي ثقه تامه كما عند نقول اكثر من 40 مليون جزائري عندهم ثقه تامه في النخب الوطني وفي الفريق الوطني، وعلى بالنا ما هي الا تعثر. ونعاودوا نشوفوا الفريق الوطني ان شاء الله ينهض من جديد ويكتسح كامل المنتخبات ان شاء الله. إلى هنا جمهورنا الرياضي الكريم نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الحوار الخاص والحصري الذي خصنا بلاعب نادي أنطاليا سبور حسام الدين قشة. نلتقي في مواعيد رياضية أخرى. سلام.